يحاول من خلالها هجوم ذبهان تصبح خطيرة على دفاع النصر. أي كرة تبدو خطيرة، نعم أي كرة تبدو خطيرة. جول رابع لذبآهن الصهان من مسافة بعيدة، مسافة تصل إلى 35 متر. نجح حقيقة اللاعب خيري شاهين، خيري شاهين يسجل هدف صاروخ لا يصد ولا يرد من عبد الله العنزي. لاحظ الإعادة ولاحظ التسديدة الماضية ولاحظ الكرة تعانق الشباك لحارس المرمى عبد الله العنزي. الكرة من مسافة بعيدة في المقص العلوي في مكان صعب على عبد الله العنزي. الآن أستطيع القول نعم انتهت المباراة، انتهت المباراة. بدر المطوع يعني يلعب لحاله في هذا الفريق.